هذه هي الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، تحية طيبة. بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل. وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة. ويستمر التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء. وحددت يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية. أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأدلى حازم عمر بصوته بلجنة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري. وأدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة. وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 إقبالا متزايدا على التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية في أحياء المحافظة. هذا وأدلت السيدة انتصار السيسي قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية. وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري عبر الفيديو كونفرنس سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان في مختلف المحافظات. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قال إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في المقام الأول وليست حقا دستوريا أصيلا فحسب. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية بالنزهة بمحافظة القاهرة.
ودعا رئيس مجلس النواب جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية. أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن المحافظات كافة تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم. وخلال الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية بمقر لجنته الانتخابية، أكد وزير الداخلية أن أجهزة الوزارة كافة في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين كافة للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري في مناخ آمن. أدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. أدلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل. وأكد وزير الأوقاف أن المشاركة الانتخابية واجب وطني وديني، لافتا إلى أن التفاعل مع قضايا الوطن والمشاركة البناءة لا غنى عنها لاستقرار الأوطان وتقدمها وقدرتها على مواجهة التحديات. أدلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية، وحث قداسة البابا المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات، لافتا إلى أن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري. أشاد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي بسير العملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بمواعيد فتح اللجان أو الإقبال أو التوقيتات الخاصة بتصويت كل ناخب. جاء ذلك خلال زيارة للجنة المدرسة البريطانية بالرحاب لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024. انتهى الموجز، شكرا لكم.